لدى استقبال سمو أهل جموع من أهالي وعوائل المنامة ورجالاتها، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن قنوات الاتصال مع شعبنا مفتوحة والتواصل مستمر، وقلوبنا تتسع للجميع وأبوابنا لم تكن قط موصلة. فمتى ما اجتمعت الأهداف على رفعة الوطن وتوحدت التوجهات والنوايا على صالحه أمنا واستقرارا وازدهارا، فنحن متلاقون ومتفقون. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن رهاننا على وحدتنا الوطنية لم يخسر أبدا في قدرتها على حماية الوطن، وأن تكون دوما صمام الأمان. لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين ستظل كما عرفها الجميع بلد الوئام والأمن والاطمئنان ما دامت تحتضن شعبا بهذه الطيبة والحرص على مصلحة وطنه. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا كبيرا من عوائل وأسر المنامة ورجالاتها، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة التي يحرص عليها سموه من أبنائه المواطنين للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم وتبادل الحديث معهم حول مختلف الأمور ذات الصلة بشأن الوطني. وخلال اللقاء أكد سموه أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تحث دائما على المزيد من العمل والإنجاز من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، مشددا سموه على أن كل جهد تقوم به الحكومة هو من أجل الحفاظ على ركيزة الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطن وضمان العيش الكريم له. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على متابعة سموه الشخصية لكافة المشروعات والخدمات في مختلف مدن وقرى البحرين. وقال سموه: أحرص على متابعة ما تقوم به الحكومة في كل شبر من البحرين لكي أطمئن على حصول المواطن على أفضل الخدمات الحكومية في كافة المدن والقرى، وأولها المحافظة على الأمن والاستقرار. وأكد سموه أن التطورات والتحديات الراهنة سياسيا واقتصاديا تتطلب المزيد من الوعي وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتي شكلت على الدوام ركيزة أساسية للنهوض بالوطن وصون مكتسباته الحضارية. وأضاف سموه أن تعزيز التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع البحريني يسهم في تقوية أواصر الوحدة الوطنية والحفاظ على ما يميز المجتمع من سمات التنوع والتمازج الثقافي والحضاري بين مختلف مكوناته. بأجمل التحايا وأعطر الأمنيات والتطلعات تجمعنا الأيام في رحاب هذا المجلس العامر بوجودكم سيدي، وتغمرنا الطمأنينة والمحبة الصادقة تحت ظل راية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فيطيب لنا أن نعبر عما يملأ قلوبنا. فاللقاءات بسموكم تمنحنا أطيب الأثر والجميل من المشاعر في نفوس محبيكم. نستلهم منكم الدروس والعبر، ومنكم التوجيه والإرشاد، وعلى يدكم وعلى يديكم تدور دفة السفينة ليرسو الوطن بأمان محتضنا الجميع. سيدي صاحب السمو، يسعدني ويشرفني أن أقف بكل فخر واعتزاز بين يدي سموكم الكريم، وذلك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوتي الحاضرين من أهالي المنامة الكرام، لنفخر بالتعبير عن مشاعر كل بحريني مخلص محب لوطنه. وها هنا قائد في وصفه علم، أعني خليفة
في رضمي وأبياتي أبا علي، وهل تخفى مناقبه؟ أبا علي، وهل تخفى مناقبه؟ أنعم بإشراقه في فجرنا الآتي. تاج الرجال ولا تخفى مهابته، يزينه الحلم وهو البحر والجبل، ليث إذا استصغر الأعداء ساحته، وهو الغدير إذا مخلولق الزلل. يسمو متى عارض يمدد إليه يدا، ويتقيه بحلم ما به خطل. أبصرته باسما في يوم ذي رهج، في كفه وطن في عزمه الأسل. غطى البلاد عطاء لا حدود له، فالأرض مونقة والنخل مكتهل. هذا سلالة تاريخ يشيم به، يصوغ مجد العلا للناس إن جهلوا. أبو علي وهذا المجد ملحمة، حتى وإن ظعن الأقوام أو كفلوا. والغرس والسقي من كفيه محمدة، إن المحامد أغلى ما اقتنى الرجل. صاح النهى لا يفل الخطب عزمته، فالعزم والحلم من أخلاقه نهل. يصيب بالرأي ما يعي الرجال به، وقدرة الحر ما بين الورى زجل. يفتر مبتسما في كل مظلمة، وفي الملمات لا ينتابه ملل. من عاش للمجد فالعلياء ديدنه، في القرب والمنتأى تعلو به المثل. يا سيدي قد حباك الله منزلة، فلا أراك سوى بالحلم تكتحل. تصافح الصبح بالإصباح مبتسما، وتنثر البذر حيث الغيث ينهمل. يهنيك يا فارس العلياء، يهنيك يا فارس العلياء، قد شهدت بفضلك النبلاء الغر والدول. إن المحافل أمثال وأمثلة، وأنت والمجد أمثال بها شغلوا. أعيد شخصك من عين النجوم ضحى، وصانك الله من عين بها كلل. بكم تناهيت والأيام شاهدة، والفضل بالفضل لا زيف ولا مطل. يزيدك الحلم بأسا من توهجه، ومن سجاياك أضحى يضرب المثل. يزيدك الحلم بأسا من توهجه، ومن سجاياك أضحى يضرب المثل. والسلام عليكم ورحمة الله. من جانبهم عبر أهالي ووجهاء مدينة المنامة عن خالص سعادتهم وامتنانهم للتشرف بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مقدرين لسموه اهتمامه وحرصه على استقبال الأهالي والاستماع إليهم، مؤكدين أن التشرف بلقاء سموه والسلام عليه هي مناسبة عزيزة على النفوس، وتجسيد لما يحرص عليه سموه من قيم التواصل والقرب من المواطنين والعمل الدؤوب على تلبية احتياجاتهم. وأشادوا بما يمثله سموه من قيمة ومكانة وطنية عالية، تجسيدا لدوره ومسيرته الزاخرة بالعطاء والإنجاز من أجل الوطن والمواطنين.